القديد أو اللحم المجفف، ويطلق عليه كذلك الخليع. يقوم الكثير من الجزائريين بتحضيره من لحم الأضحية والاحتفاظ به وقت الحاجة. هذه هي العادة تكاد أن تنتظر في ظل توفر وسائل الحفظ والتخزين، والحاجة فاح مما لازلنا يحافظنا على عادات وتقاليد الأجداد. يعني نخلى في الخليع، ما احنا يا بكري ما عندناش الفريجيدار، كي نديرو الذبيحة نديروها خليع باش ما تفزدلناش. وقت الشتاء نديرو بها العيش، نديرو بها البربوشة في وقت البرد وناكلوها. ودركا هاو كل شيء في الفريجيدار يتيبس يولي حجرة، يبس ما عنده حتى معنى. ويترك قسم من لحم الأضحية جانبا قصد تجفيفه، إذ تقوم النسوة هنا بمنطقة الشاوية بتشريح قطع اللحم وإضافة الملح والبهارات قبل نشره على الحبل وتركه لعدة أيام حتى يجف. هذا خليع درته درك نهار العيد، خليعته وملحته ولحت له لي زيبيس. درك وشاح ودركا راح نزيد، راني زدت هذا، زدت خليعته، درت له لي زيبيس والملح، واني راح نعلقه باش يشيح ان شاء الله. هذا الشتاء نديروه في العيش. يطهى اللحم بطرق مختلفة ومتعددة، فلا يخلو طبق البربوشة أو الشخشوخة وحتى التريد من وجود اللحم، لكن القديدة يبقى طعمه مميزا عن غيره. يا خويا نتني تاع يده، ونتقي الخليع، ونتقي البربوش، وندمع هاد العباد تتن. سيدي محفوظ الله الحال، يمعشرينا ماشي الناس البعيدية، وما نتق لهنا والعافية. صحيح أن تجفيف اللحم في الماضي كان بغرض حفظه من التلف، لكن الأمر يختلف اليوم تماما، إذ لا يخلو أي بيت من وجود الثلاجة.